مرحبا بنات، كيفكم؟ اليوم رح نعمل مع بعض 3 ماسكات بنقدر نحطهم قبل النوم ونخليهم على بشرتنا لمدة نص ساعة. ويلا خلينا نبدأ بأول ماسك. أول ماسك اللي هو الألوفيرا وزيت شجرة الشاي قبل النوم. هالماسك فوائده كتير حلوة، بيحسن لون البشرة، بينعم البشرة، بينظف البشرة وبيمنع ظهور حب الشباب، بيصفي وبينعم البشرة. رح نحتاج لمعلقة صغيرة من جل الصبار أو الألوفيرا و4 قطرات من زيت شجرة الشاي، وبنخلطهم مع بعض وبنخليهم على بشرتنا لمدة نص ساعة قبل النوم، وبنغسل بشرتنا بماء دافية. ثاني ماسك عنا اللي هو الألوفيرا والقهوة قبل النوم. هالماسك غني بمضادات الأكسدة، بيهدي البشرة، بيرطب البشرة، بيمنع ظهور الخطوط الدقيقة. رح نحتاج لمعلقة صغيرة من الألوفيرا ونص معلقة صغيرة من القهوة النسكافيه، وبنخلطهم مع بعض كتير منيح وبنحطهم على بشرتنا لمدة نص ساعة. ثالث ماسك عنا والأخير اللي هو الألوفيرا والكركم قبل النوم. هالماسك بيصفي وبينعش البشرة، بيشيل التصبغات من البشرة، بينورها، بيخفف الهالات السوداء اللي حوالين العين. رح نحتاج لمعلقة صغيرة من الألوفيرا ونص معلقة صغيرة من الكركم، ونخلطهم كتير منيح ونحطهم على بشرتنا لمدة نص ساعة. وهيك بنكون خلصنا 3 ماسكات. بتمنى تجربوهم وتحكولي رأيكم، وبشوفكم إن شاء الله بفيديو جاي. سلام.